بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حنحكي كمان مرة، نرجع لأول محاضرة، كيف بننزل برنامج الموديل سيم. أول حاجة بنروح على جوجل، بنكتب هان موديل سيم ستودنت إديشن، بيطلع لنا حتى خيارات نعمل هان عليه. طيب نترك جرافيكس، أول خيار بيطلع لنا هان داونلود، شايفين كيف داونلود إديشن، رحنا عليه نكتب طبعا هان عندنا بيطلع نموذج بالاول هيك، نكتب مثلا اسمي كله مع بعض من اول اصلا، ها يرمية، ناخذ ايميل كلية مثلا المرة هذه، وبنكتب رقم التلفون 00 اللي هو رقم الجوال، الكمباني يو سي اس تي، وبرايمري فانكشن نكتب هان انه عندنا ايش في خيارات، ريسيرشر، بروجكت مانجر، كونسلتنت، لا مش طبعا مش ارشادي، فولت بروفيسور، ناخذ فولت بروفيسور في الشغل هيك المناسب، ونكتب هان ايش جزان النجار كورت كومبلكس قانونس، الادرس اثنين مش لازم بس الاحمر بنعبي احنا، وبعدين نكتب هان ايش تشوز كونتري ريجن اللي هان Palestinian territories، كيبات Palestinian territories، وبعدين بقول له please provide our your city، ونقول له خان يونس لأن الكلية في خان يونس، تمام، وبنعمل إيش submit 100%. أوكي، لقيت تطلع على الصفحة الثانية نقرأ إيش مكتوب فيها، مكتوبها import information use the software كذا كذا، إنه هذه إنه software بس فقط هذا اللي نقرأ نستخدمه من أجل العمل الدراسي والبحثي والعمل الأكاديمي، لأنه هذا بس للستودنتس يعني ستودنت فيرجن، هو محدود مش كامل وما إلى ذلك، بده يشتغل شغل في مصاري وهدف ربحي، بده يكون الموضوع هذا الاستخدام سيء وبالتالي في عليه عقوبات، تمام. نكمل لأنه تبع الخضرة راح اللي بزعج. المهم فعندنا هان ثانك يو فور ريكويستنج موديل سيم، الصفحه اللي بعديها فتحت مباشره، وبقول لك هنبعت لك ايميل، ان يو ويل ريسيف ان ايميل وذ ذا داونلود لوكيشن، بليز الاو اب يعني بليز الاو اب تو 24 اورز فور يور ريكويست تو بي بروسس، يعني استنى حتى يتم ايش عمليه الاستجابه لطلبك. طبعا هذا هو 24 ساعه طويل، مش هذا هو الايميل بيتم ارساله اوتوماتيك حد بتعبي الطلب عاده اذا فيش مشكله اخرى. طيب اذا ما صار عندك مشكله ابعث لهم على الايميل هذا، اقول لهم في عندي مشكله ما وصلنيش من كل الرابط. على العموم احنا حنروح على الايميل تبعي بنلاقي الرابط واصل فورا اوتوماتيك تبع التنزيل، بنقول داونلود ليتست موديل سيم اديشن من ايش من هان، دعست على الرابط زي ما هان بليز نوت كذا كذا، انستول سوفت وير افتر داونلود سوفت وير كومبليت دبل كليك كذا كذا، يعني كيف بدنا ننزل يعني عمليا شو الخطوات. اوكي سيف فايل، حنزلنا اياها عمل بنزل. نعمل زي ما انتم شايفين لسه عماله بنزل، وحستنى شوية انا بالتسجيل حاول ستوب استغلال حد ما يخلص تنزيل البرنامج كامل من الانترنت، تمام. فنعمل الان انتهى الداونلود للبرنامج، اخذناه من هنا من الكات وده نحطه في مجلد على سطح المكتب، سميه نموذج سيم خصوصي هان، وزي ما حكي دبل كليك على الايكون يبدا السيت اب يس. تعمل ايوه نيكست يس، طبعا احنا بدنا كله على السي مباشره موديل تك كذا كذا، نهتم كله هنا قطعه واحده فيش فراغات في المسمى في الاسم في الباث من السي موديل تك كذا كذا عند 10.4 اي ما فيش فراغات بعدين عشان ما يصيرش في مشكله بعدين، بيعمل مشكله كان في فراغات في الاسم لو نزلت تحت موديل بروجرام فايلز ولا مش عارف شو اي فولدر ثاني الجلد الثاني وفي فراغات في الاسم بيشتغلش كويس بيصير يعمل مشاكل، تمام. فهو باي ديفولت بنزل كده وخلاص انتهى الموضوع، بس راح ينتبه يعني نا فينيش اجاز ذا نيكست وحيبدا ينزل 100%.
بنعمل شورت كات على الديسكتوب. بدنا نعمل يس بليز يو وانت تو لايك تو اوكي يس اوكي كمل شغل لانه راح تبع بيع الخضره كمان مره في النهايه هو عمل بس كمل اكسكيوشن لعند الفينش مش شيء حصل كثير فينش يعني انتهى حيطلع عندنا مباشره هان ايش هو صفحه على المايكروسوفت ايدج او الاكسبلورر يعني وحيطلب منا طبعا زي ما احنا عارفين ايش زي العاده مع بالنموذج اكيد هاي النموذج تبعنا هنا تمام. هنلاقي بقول لك first name بنعبي احنا first name واللاست نيم بنعبي اللاست نيم الايميل بنحط الايميل تبع الكلية عشان ايش يكون ايميل رسمي تعال معاه education.ps مثلا وها هاد بدنا اياه هاد الفون نمبر بنحطه 0970592781042 بعدين بنحط الايميل كمان مرة تبع الكلية والادرس تبعتنا ايش كنا نسميه احنا كنا نسميها زام النجار كورت كومبلكس مربع المحاكم تمام كورت كومبلكس نسميها ايش خان يونس طبعا هذه لكندا وامريكا بدنا اياه بدنا ليش البوستال كود البوستال كود انا بخزنه عندي على سطح المكتب عشان بلزم دائما اعمل له نسخ من هون وبنروح كمان مره على المكان تبعنا بنعمل له ايش ادراج وبنقول له ها بدنا ايش فلسطين كيوباي تيريتوريز الاراضي الفلسطينيه في المحتله بعدين بليز تيل اس اباوت يور سيلف بليز يونيفرسيتي University College of Science and Technology. بروفيسور طبعا ستودنت تو وبنقول if you're a student كذا كذا please indicate بس يقول لك دوت ييرز مش عارف شو طبعا هذا بتكتب انت في سنه هتخلص وانت جديد ولا في النص ولا كل طبعا كنتوا انتوا كلكم هن صرتوا جونيور لانه حتخلصوا او سمور في سنه ثانيه هسه اول سنتين تحطوا هيك مثلا هتخلص كمان سنتين مثلا وكذا بتعبوا هذا اكسبكت جراديويشن تيرم هتخلص في الصيف في الصيف ولا في الشتاء ولا بتحطوا اي شيء يعني هنا مش اهم شيء الايميل فوق هو يكون مظبوط تمام عشان حيبعث عليه الفيريفيكيشن كود 100% if you have linked up to our كذا هذا اسمه مثل اوبن ايش استخدمت برامج قبل هيك انت بطلب منك اذا كنت طالب which design languages have you used تستخدم كنت تستخدم مثلا قبل هيك تقول بقى HTML ولا C++ او اللي بدك اياه What other simulations used اسمه فهذا كل طبعا لهان للستودنت هذا بعدين هان بنقول له انا استخدمت سي بلس بلس عشان شغل في الدكتوراه والفي اتش دي ال والفيرلوج وبنقول له انا بدي اقول له انا اشتغلت في الام نت بلس بلس مثلا في اتش دل بي اتش دي ال ايش دكتور
يلز، يعني تمرينات بالفيرج ديل ماشي، بس هذه هي. فأنا أقول لك بس لايسنس إن شاء الله يكون كله تعبها 100%. فان أوكي، thank you for requesting of this free Muslim student edition license. detailed email كذا حيبعتك على إيميلك كذا كذا على الإيميل هذا اللي هو مجدي حلبي UCST application PS. please verify that email list above if correct. if not you will not receive the email. طبعا الإيميل صح إن شاء الله ومفيش إنه مشكلة، فحيبعت لنا. بنروح على الإيميلات تبعونا نشوف إذا فينا جايين إيش جديد، لسه مش جاي ونستنى. على العموم هو لو مش جاي هنروح على الموديل سيم، هيو هنا نزل، نروح على اوبن لوكيشن وتنزل الموديل سيم. وفي عنا انا منزل واحد قديم اللي هو ستودنت اديشن اللي هو ستودنت لايسنس، هيو كنترول كوبي ونروح على المكان اللي نزلنا فيه الموديل سيم اللوكيشن تبعنا اوبن لوكيشن ونقول له كنترول في. اوكي ستودنت لايسنس اشتغل. الان هفتح البرنامج ان شاء الله بكون الامور تمام وبطلع الوضع 100%. اوكي تمام، هايو اشتغل عنا، بين عنا البروجكت وبين عنا ايش 100%. نقول لهم مثلا اعمل ايش كومبايل. اوكي مش لاقي الفايل معها. اوكي بنعمل ويت فور سيلكتد، بدأ شاف كومبايلينج ويت فور واشتغل الكومبايلينج عادي تحت. شايفين كيف عمل كومباين لكل البرامج اللي عندنا الويت فور والتست، واشتغل البرنامج بدون مشاكل. تمام، هذه هي الفكره الاساسيه، وش في اكثر من هيك. حتى نجرب كمان نعمل ايش موضوع السيموليت مثلا، نقول له هان ستارت سيموليشن، هنقول له حلق عندنا هان هلو وورد مثلا او تيست او ويت فور، اخر واحده عملناها اوكي. هاي تغير صار الشكل عندنا بالطريقه هذه زي ما انتم شايفينه. بنحاول نصغر الويندوز، هاي بروجكتس لايبريز وسيمز، هاي السيم عشان ثلاثة ويندوز، هاي السيموليشن شغلناه البروجكت كان تبعوتنا، وهاي اللايبرري المكتبات. تمام، لقيت بنقول له مثلا على 200 ملي سكند نقول له ايش اعمل ران للسيموليشن، ده بيطلع لنا ايش راننج زي ما هو في الفيديو اللي بعته كم مرة، كل عشر ثواني 10 نانو سكند عفوا بيعمل لنا هلو وورد هلو وورد نيو. تمام، هيك صار الامور تمام ان شاء الله والبرنامج اشتغل، مفيش حد مشكله في تنزيله من المره الجايه. هنزل الفيديو كم مره هلقيت في تنزيل البرنامج، وارجو من الله سبحانه وتعالى ما حدش يعمل لي كومبلين ويقول لي في عندي مشكله في الموضوع. طبعا تنسيق الجداول نصغر هذا امر متاح جدا، والامور هاي التنسيقات والفيو كلها راجعه على كل واحد فينا كيف بده يشتغل هو. تمام،